وعاود الحديث مع الدكتور محمد نوح القضاه. دكتور محمد، كنت قد تحدثت عن علاقة الحاكم بالمحكوم، وهي علاقة يعني ربما تتجلى أسمى أشكالها في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حب هذا الشعب الإماراتي بقائده الراحل الشيخ خليفة بن زايد النهيان. لابد من كلمة هنا عن هذا العطاء وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. سيدي، يعني لا تكاد تدخل بيت أو تلتقي مع مواطن أو مع مقيم إلا وتجد له قصة مع سمو الشيخ خليفة رحمة الله عليه، إما أنه عزاه أو هناه بزواج أو أنه أرسله للعلاج أو أنه تواصل معه بأي طريقة. تكاد تجد أنه ذكر الشيخ خليفة في كل بيت، تكاد تجد أن كل مواطن في دولة الإمارات العربية له قصة جميلة، له موقف مع الشيخ خليفة أو مع أحد من شيوخ دولة الإمارات. وهذا التداخل القائم ما بين القيادة والشعب يؤدي إلى إزالة كل الحواجز. الشيخ خليفة رحمة الله عليه كان مدرسة في الأدب، في التواضع، حتى في جلسته، في مشيته، في تواصله مع الكبير، في تواصله مع الصغير. عندما كان يزور الإمارات البعيدة والقريبة تجد يتعامل مع كبار السن، تجده يتعامل مع الصغار، تجده يتعامل مع الوزراء بنفس الطريقة من الأدب والاحترام والتواصل، بنفس السمت الهادئ، بنفس الطريقة الراقي في القرب، وكأنه يعني واحد من هذه الأسرة الصغيرة التي يدخل إلى بيتهم أو يتعامل معهم. هذا سيد اليوم اللي هو عنصر الرحمة، عنصر القرب، هذا اليوم تكاد يعني أن يكون ندرة من بين زعماء العالم الذين تعاملوا مع شعوب بهذه الطريقة التي لا تحمل أي نوع من أنواع الفوقية أو تحمل نوع من أنواع الحواجز، وإنما تجده واحدا منهم يسعى في حاجتهم ويعني يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم. هذه الأخلاقيات التي توفر في المرحوم الشيخ خليفة رحمة الله عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن ترفع درجاته، أن يعلي منزلته، أن يكون عند الله عز وجل من المقبولين. نحن نتفائل في أن يكون هذا اليوم من يوم الجمعة أن يكون يعني يوم الذي يلقى فيه ربه سبحانه وتعالى، وهو اليوم المبارك عندنا جميعا. نحن عزاؤنا اليوم في سمو الشيخ محمد، نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره، في كل شيوخ الإمارات الذين هم أخذوا أيضا على عاتقهم رسالة الشيخ زايد ورسالة الاتحاد ورسالة بناء الدولة ورسالة التواصل مع الناس ورسالة النهضة العلمية والأدبية والثقافية والعمرانية ونهضة البنية التحتية ونهضة التطور. نحن اليوم نشهد أن جواز دولة الإمارات يعني من أرقى 5 جوازات في العالم. نشهد أن وضع الإمارات الاقتصادي وخاصة في ظل جائحة كورونا لم يتزعزع. نشهد اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن 206 جنسيات ليس بينهم مشاكل. نجد أن القانون يسود على الجميع، على الكبير، على الصغير. سيدي، هذه ثقافة اليوم لولا أن القيادة تؤمن بها، ولولا أن القيادة تزرعها، ولولا أن القيادة تتعامل بها لما وجدتها في أرض الواقع، لأن الناس على دين ملوكهم. هذا التواضع الذي نجده في الشارع، هذا التزام القانون الذي نجده، هذا الراحة، الأمن، الأمان. نحن لن ننسى عندما رجفت القلوب في أيام كورونا، وعندما وضع الناس أيديهم على قلوبهم في مستقبل مجهول في بداية كورونا، ووقف الشيخ محمد بن زايد أطال الله في عمره ووفقه لكل خير، وقال كلمته المشهورة، قال لا تشيلون هم، كيف ارتاحت النفوس، كيف هدأت القلوب. هذه مدرسة الشيخ زايد. نحن اليوم فقدنا واحدا من كبار تلاميذ الشيخ زايد رحمة الله عليه، لكن إن شاء الله سيكون العوض في من يأتي من بعد. دكتور محمد، كما قلت دائما شعار واعتصموا بحبل الله جميعا هو مرفوع في دولة الإمارات. هذا الفريق، فريق العمل الرئاسي كما نستطيع القول، من الشيخ خليفة بن زايد النهيان إلى أخيه صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان إلى أخوانهم جميعا في كل إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، كان مثار إعجاب ليس فقط في الدولة ولا في الدول العربية ولكن في العالم. هذا الاعتصام، هذا الإخاء أدى إلى كل هذا التطور، إلى كل هذا التقدم.
ما الذي ممكن أن نعبر عنه في هذه الأخوة المعتصمة المتقدمة التي ترفع دائما شعار الأخاء؟ سيدي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لولا هذه اللحمة القائمة بين أبناء الشيخ زايد، لولا هذه المدرسة الراسخة، لولا هذا التقارب، لولا أنهم على قلب رجل واحد، ما وجدنا اليوم أن دولة الإمارات العربية بهذا التقدم وهذا الازدهار. لو وجدنا لا سمح الله أدنى خصومة تظهر للناس أو أدنى خصومة أو تنازع لما وجدنا هذه الثمرات الطيبة. هذه المدرسة الأصيلة التي تركها الشيخ زايد والتي ورثها الشيخ زايد لأبنائه، هذه الوحدة القلبية الواحدة، نحن رأينا عدة صور ونحن نرى الشيخ عبد الله بن زايد الله يطول بعمره وهو يريد أو يجثو ليقبل يد أخيه الشيخ محمد بن زايد. نحن رأيناه وهو يضع يده على عيني يقول من عيني هاي قبل عيني هاي. رأينا هذه الصور، هذه لقطات عفوية عندما تتسرب إلى الناس، عندما يراها الناس يعرفون أن هؤلاء الإخوة لحمة واحدة وأنهم أجساد متعددة لكن على قلب رجل واحد. هذه الوحدة التي نراها اليوم بين أبناء الشيخ زايد، حتى أصبح كل إماراتي يقول أنا من أبناء زايد، حتى أصبح الشيخ زايد رحمة الله يسمى الوالد والشيخ خليفة من بعد يسمى الوالد. هذه الوحدة انتقلت إلى أفراد الشعب جميعاً.